على الساحة. ده التوقيت طبعا المهم للأحداث. شعار النادي، العلامة التجارية اللي حاصل، حواديت كتيرة جدا مثارة. كان لازم يكون معانا فيها المدير التنفيذي للنادي الأهلي الدكتور سعد شلبي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، ومساء الخير كابتن عدلي، ومساء الخير على مشاهدين حضراتكم الكرام. يومك كان طويل واحنا قلنا نجيبك بدري عشان ما نسهركش. يعني حقيقه بالفعل يوم لسه مخلصين اجتماعات دلوقتي حالا من الصبح لحد دلوقتي. الله يكون في العون يا دكتور. انا عارف ان انتوا خلاص فرع التجمع جهز تحديدا، مش كده؟ يعني ان شاء الله احنا كنا بنقول شهور ونفتتح فرع التجمع، النهارده ممكن نقدر نقول اسابيع. اسابيع ان شاء الله نفتتح فرع التجمع ان شاء الله. ما شاء الله، دي اللقطات دي يا جماعه، دي لا الجزيره ولا الشيخ زايد، ده التجمع. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ده فرع التجمع، يعني ما شاء الله. يمكن وانتم بتعرضوا كده زي ما انتم بتعرضوا للمشاهدين الكرام واعضاء النادي الاهلي في الحقيقه اللي احنا بنعتز بيهم وبنفتخر بيهم في الحقيقه، ان احنا بنعمل فرع فعلا يليق اولا ايضا بالدوله المصريه والتطورات اللي بتحصل فيها في الحقيقه. ويمكن انتم شايفين المنشات اللي موجوده في التجمع حضراتكم بتعرضوها النهارده. البوابات خلاص في مراحل التشطيب النهائي. النهارده المبنى، يعني لحظه واحده يا دكتور، دي صوره من ارض الواقع، انا شايف الاعلام بتتهز. دي حضرتك دي صوره واقعيه، دي اخر زياره للكابتن محمود الخطيب. الحقيقه كان حريص بنفسه ان هو مش مكت يعني ويشوف ده، ومعاه كاميرات النادي الاهلي ومعاه المركز الاعلامي في الحقيقه، اللي احنا الاثنين ايضا بنقدم لهم الشكر لانهم يعني بيعكسوا الواقع. وهنا زي ما انتم حضراتكم شايفين الملاعب، يمكن انتم حضراتكم بتعرضوا اللي بيركب كله بالكامل. صحيح. يمكن عدى على المنظر ده، عدى عليه النهارده ثلاث اسابيع، فالموضوع بيفرق معانا كل يوم بنسب كبيره في الحقيقه، في نسب الانجاز اللي موجوده في المشروع. ويمكن كان مجلس ادارتنا برئاسه الكابتن محمود في الحقيقه حريص كمان على حاجه، يمكن دي يعني بنقولها من خلال برنامجنا الجميل ملك وكتابه، ان النادي الاهلي مجلس ادارته في الحقيقه قرر تاجيل الزياده اللي كانت مقرره على رسوم العضويه لحين انعقاد الجمعيه العموميه القادمه واعاده العرض على الجمعيه مره اخرى في الحقيقه. وهنشتغل على الرسوم القديمه اللي كانت مقرره وهي 250 ألف جنيه للعضوية في فرع التجمع وأيضا فرع الشيخ زايد. دي في الحقيقة مجلس الإدارة حرص أن هو يستصدر هذا القرار لحين انعقاد الجمعية لمجموعة من الأسباب في الحقيقة. الظروف الاقتصادية اللي بيمر بها العالم كله، واللي مصر مش خارج إطار هذه الظروف في الحقيقة، وتأثرت أيضا الاقتصاد المصري تأثر بيها، وبالتالي احنا كنا حريصين ان احنا نسمح لاكبر عدد من الافراد اللي هم عندهم الحماسه والرغبه في ان هم ينضموا لاسره الاهلي والاستمتاع بالخدمات الكبيره اللي بتقدمها فروع النادي الاهلي اللي موجوده في كل انحاء محافظه القاهره الكبرى، سواء كان المقر الرئيسي في الجزيره، مدينه نصر، الشيخ زايد، وايضا ان شاء الله العريس الجديد اللي هيبقى هو فرع التجمع ان شاء الله، اللي هو في خلال اسابيع ان شاء الله نقدر نشوفه في خدمه فعليه لاعضاء النادي الاهلي. فاحنا من خلال منصه النادي الاهلي الاولى وهي قناه النادي الاهلي بندعو جميع الساده الذين لديهم رغبه في الانضمام لعائله الاهلي والاستمتاع بهذه الخدمات الفريده والمتميزه. ويمكن انا مش بقول الفريده والمتميزه بحكم ولائي وحماسي للنادي الاهلي، ولكن هو بما تعكسه في الصوره من مستوى ارتفاع جودة الخدمات المقدمة في هذا الفرع الجديد. زي ما حضراتكم شفتوا كل الصور، ويمكن شفتوا المسجد والنهاردة ودلوقتي جولة في المباني الإدارية وفي مقر المبنى الاجتماعي. أعتقد أن دي حاجة تدعو للفخر لينا كلنا كمصريين ولينا كلنا كأهلاوية. ده شغل فندقة يا دكتور. إيه البحيرات، إيه النافورات، إيه الجمال ده يعني ودي كمان بس المرحلة الأولى. يعني كمان احنا ان شاء الله بمجرد ما ننتهي من المرحله الاولى بكل الامكانيات اللي حضراتكم شفتوها، المبنى الاجتماعي، الملاعب متعدده الاغراض، ملاعب كره القدم، ملاعب كره السله، ملاعب الطايره، خدمات المطاعم، كل الخدمات اللي موجوده دي ان شاء الله هنبتدي ايضا في المرحله الثانيه على طول مباشره بمجرد ما نفتتح ان شاء الله.
واعتقد ان ده يعني بيضيف قيمه مضافه للرياضه المصريه وبيضيف قيمه مضافه لعضو النادي الاهلي تحديدا اللي احنا في الحقيقه ده عمليه تنميه للحي، عمليه تنميه لمحيط هذا النادي. يمكن كان مش تنميه بس للحي، هي تنميه كمان للاقتصاد الوطني. يمكن البعض ممكن ما يعرفش اهميه هذا الفرع. احنا بدانا بالفعل من اسبوعين بنحط اللمسات الاخيره في الجهاز الوظيفي اللي هيشتغل في هذا المقر، ودي في الحقيقه ايضا بتخلق فرص وظيفيه جديده لابناء المجتمع المصري في الحقيقه. اللي احنا كمان كوادر رياضيه هتشتغل في المكان ده، بتوفر فرص تدريب للمواهب الرياضيه اللي عندها رغبه في ان هي تنضم للفرق الوطنيه او تنضم الاول للنادي الاهلي ثم تنضم للمنتخبات الوطنيه. كلنا عارفين ان النادي الاهلي تقريبا 50% من كل لعيب المنتخبات الوطنيه في مختلف اللعبات، كره القدم، السله، الطايره، اليد، التنس الطاوله، التنس الارضي، الاسكواش، كل ده بيبقى 50% تقريبا من ابناء النادي الاهلي. وبالتالي وده يمكن كمان ده على فكره يعني كابتن عدي، استاذ ابراهيم، مشاهدينا الكرام، ده يمكن جزء رئيسي، ماده رئيسيه في الدستور المصري على مؤسسات الدوله ان تستخدم امكانيتها في اكتشاف المواهب. وده على فكره ايضا توجه استراتيجي للدوله المصريه، ويمكن فخامه الاستاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي بياكد في كل مره على ضروره اكتشاف الموهوبين وتوفير الفرص لان هم يوصلوا لاعلى المراتب الرياضيه. فيبقى الطرح ده ايضا بيلعب جزء كبير جدا في تحقيق الاهداف الاستراتيجيه الوطنيه بتاعت مصر، مش بس اهدافنا كنادي اهلي وابناء النادي الاهلي، لا في الحقيقه ده هيخدم ايضا استراتيجيه الرياضه الوطنيه. فالنادي الاهلي دايما ده دوره وده دايما مسؤوليته تجاه وطنه وتجاه اعضائه انه يقدم لهم فرص متميزه. النهارده يعني خلينا نقول النهارده انا من اعضاء نادي الاهلي الكبيره، وعندي ابني كبر وراح سكن في التجمع، النهارده ان شاء الله يقدر يتمتع بهذا الصرح العظيم ان شاء الله اللي احنا كلنا فخورين بيه، وان شاء الله ربنا يعيننا ونكمل مرحله ثانيه، مرحله ثالثه ان شاء الله. يا دكتور سعد، الصورة بتشي أن على اقتراب موعد الافتتاح، ولا لسه ما تحددش؟ يعني احنا ان شاء الله يعني بنستعد بكل جدية على قدم وساق، احنا شغالين. يمكن التجهيزات اللوجستية اغلبها احنا جهزناها، بس احنا برضو عندنا حاجة وبنقولها من خلال حضراتكم، ان الفرش الداخلي لهذا الطرح العملاق في الحقيقة احنا جايبينه من الخارج، مستوردينه من الخارج، وحضراتكم متابعين تقريبا عملية الاستيراد ده، مش بس في قطاعات المنتجات الخاصة بالرياضة. يمكن انتوا بتشوفوا العالم كله بيبر بأزمة خدمات لوجستية عنيفة جدا، والسبلاي تشين كله على مستوى العالم في أزمة. يمكن النهارده بنتكلم القمح، بنتكلم ازاي هيطلع من أوكرانيا أو من روسيا. فكل السلع دي، المنتجات دي، احنا ان شاء الله بمجرد ما توصل مصر على طول سوف نعلن الموعد الرسمي للافتتاح. ده اللي مأخرنا، ما عندناش اي حاجه. الغاز كمان بالمناسبه طبعا، وده بنشكر يعني الاجهزه، اجهزه الدوله المصريه، امبارح ركبناه وخلصناه. المطابقه بتاعه شبكه الكهرباء الحمد لله، امبارح احنا دافعين 5.8 من 10، انا بقول ارقام يعني يمكن الناس تستغرب عليها شويه، 5.8 من 10 مليون جنيه كابتن محمود ومجلس الاداره الموقر وافق عليهم، اللي هو التامينات الاجتماعيه عشان نعمل مطابقه الكهرباء والكهرباء، تيار الكهرباء يصل لكل، الحمد لله ده خلصناه. دي حاجات كلها يمكن الناس بتفكرها صغيره، لا كل ده خلاص الحمد لله. طبقه الاسفلت بالكامل حوالين اسوار النادي خلاص انتهت. فاحنا بس الحاجات اللي هي الفرش الداخلي ده احنا جايبين فرش يليق باعضاء النادي الاهلي وبهذا الفرع، فان شاء الله بمجرد وصوله الى الموانئ المصريه سوف نعلن على طول موعد الافتتاح ان شاء الله باذن الله. وده يبقى حاجه كلنا كمصريين في الاساس فخورين بيها، وكلنا كاعضاء النادي الاهلي فخورين بهذا الفرح الجديد العملاق اللي ينضم لاسره فروع عائله الاهلي ان شاء الله. مبروك للاهلي ومصر. اتفضل. باستثناء ملاعب الكوره وحمامات السباحه الواضحه يا دكتور، ايه المرافق الرياضيه اللي موجوده في الفرع؟ يعني المرافق الرياضيه، الملاعب تنس ايضا موجوده في الفرع، هيبقى في ملاعب ايضا بدل موجوده في الفرع. المرحله الثانيه بتشمل حمام السباحه، وده مش هياخد مننا كتير من الوقت بالنسبه لنا. المرحله الثانيه ايضا فيها صاله رياضيه المغطاه، ايضا صاله رياضيه عملاقه مغطاه موجوده ان شاء الله في المرحله الثانيه.
فكل ده ايضا تسهيلات رياضيه موجوده في الفرع. واذا سمحت لي كمان يا استاذ ابراهيم، يعني انا بقول للزملاء وكل الناس اللي بتنتمي للنادي الاهلي وعندها رغبه في انها تستمتع بالنادي الاهلي، تنتهز بقى الفرصه اللي مجلس ادارتنا الموقر يعني اخذها، وان هو سمح باستمرار برسوم العضويه القديمه وتاجيل الزياده اللي موجوده نظرا للظروف الاقتصاديه اللي بيمر بها العالم، واللي بالتالي لها انعكاسات كبيره على المجتمع المصري، لان مصر محور اقتصادي مهم في العالم. فاحنا بندعوهم من خلال برنامجكم ان شاء الله ان هم يبادروا بقى يستمتعوا بالخدمات دي، وخلاص احنا على مسافات قريبه جدا من الافتتاح واستقبال اعضائنا الجدد ان شاء الله في هذا الفرع. طيب العضويه 250,000، الاسعار مستمره لغايه انعقاد الجمعيه العموميه اللي هي قدامها كام شهر؟ ان شاء الله موعد الجمعيه العموميه سوف يقر المجلس الاداره القادم، سوف يحدد موعد انعقاد الجمعيه العموميه. يا جماعه الجمعيه العموميه كان النظام الاساسي بتاع النادي الاهلي بيقول ان هي الجمعيه العموميه بيتم الدعوه ليها في خلال 4 شهور من انتهاء السنه الماليه. السنه الماليه انتهت من 1/7، يعني احنا في الاربع شهور النهارده، يعني في خلال الشهر القادم او في نهايته، يعني في 11 او 12 موعد الانعقاد. فدي فرصه بيحدد مجلس الاداره وبتنعقد الجمعيه العموميه ان شاء الله، فعندنا فرصه يعني مش كبيره قوي، فالناس يعني بالذات اللي عندهم رغبه وكان عندهم استعداد وكانوا يعني حاسين ان الزياده ممكن تكون بالنسبه لهم شويه. واحنا كمان عملنا نظام مهم كمان بالمناسبه، احنا كمان يعني خلينا السداد كله بالكامل من خلال شركه فاليو. شركه فاليو عامله تسهيلات في السداد حتى 10 سنوات في الحقيقه، ودي ايضا ميزه كبيره جدا، يقدر الاعضاء بتوعنا اللي عندهم رغبه في الاشتراك يقدروا يتعاملوا وفقا للتسهيلات اللي بتقدمها الشركه المتعاقده مع النادي. اللي عنده رغبه سواء ساكن في التجمع او عنده خطه يسكن في التجمع او قريب منها وعايز يعمل عضويه، يروح فين؟ يروح حضرتك فرع الجزيره او فرع مدينه نصر، ده فرع قريب منه. او لو كان من حتى من سكان الشيخ زايد ايضا يستطيع ان هو يحصل على بطاقات، يعني يروح لاقرب فرع له. واحنا كمان ان شاء الله مجلس الاداره كمان هيبدا يعامل، يعني اتخذ قرار كمان هيبقى عشان الجاليات العربيه اللي موجوده ايضا خارج، ان شاء الله هنكون متواصلين معاهم فتره قريبه ان شاء الله، بحيث ان هم يبقى عندهم برضه يعني طريقه للاشتراك من خلال اجراءات النادي الاهلي بدا يشرع فيها ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ده خبر مهم، لان بيتواصل معايا البعض من الجاليات او الاعضاء الانديه المصريه في الخليج وفي الدول العربيه، وكانوا بيسالوا في الحته دي بالذات. معظمهم تعرف بيبقى شاري في المدن الجديده، وكانوا بيسالوا على التجمع وامتى. اديك جاوبت على كل الاسئله، وباذن الله هتروحوا لهم قريب بخطه علشان يستفيدوا من هذه الميزات، ميزات ثبات السعر والتقسيط. دكتور سعد، ما ينفعش تكون معانا وما نسالكش على حديث امبارح بقى في قصة العلامة التجارية وشعار النادي. دكتور يعني سعد، يعني خلينا نقول يا أستاذ إبراهيم، في الحقيقة إحنا يعني في النادي الأهلي دايما عندنا نظرة إيجابية للجمهور، وفي نفس الوقت إحنا عندنا فخر كبير جدا بجمهور النادي الأهلي. وفي الحقيقة كل الأحاديث اللي بتتم في الفترة اللي فاتت على ما يتعلق بالعلامة التجارية اللي موجودة على التيشيرت الجديد اللي هيتم إزاحة الستار عنه إن شاء الله مع المباراة الأولى لينا في بطولة أفريقيا، نتمنى التوفيق إن شاء الله لفريقنا مع الفريق التونسي إن شاء الله. خليني بس أوضح كده كذا حاجة، وإحنا فاهمين الموضوع إزاي. في الحقيقة القلق الشديد اللي بتاب جمهور النادي الأهلي هو في الحقيقة دايما بيبقى جزء من القلق المحمود دايما، لأن في قلق سلبي في قلق إحنا بنشوفه إيجابي. إن النهارده ده بيعكس مدى شغف الناس جماهير النادي الاهلي بالعلامه التجاريه، وعلى فكره اي نادي في العالم لو قلت له انت بتبيع ايه؟ هيقول لك ببيع علامه تجاريه. فكل ما زاد الشغف بتاع الجمهور بالعلامه التجاريه بتاعت ناديه، ده بتشير الى قيمه هذه العلامه ومكانتها في السوق، وده اللي بيميز النادي الاهلي داخل المنطقه العربيه، وبيميز النادي الاهلي داخل القاره الافريقيه، ان دي اقوى علامه تجاريه واعلى قيمه سوقيه موجوده نتيجه لهذا الشغف والحرص الشديد من جمهور النادي الاهلي على رد اي تغيير واي محتوى يشكل جزء من العلامه التجاريه. فده يعني احنا
خدناه في الحقيقه يعني باهتمام بالغ جدا وبحرص شديد جدا على ان احنا نستغل هذه العلامه باعلى قدر ممكن في تحقيق ايرادات النادي الاهلي. يمكن انتوا حضراتكم بتعرضوا حاجه كده مش شايفها على الشاشه معاكم. ايوه. بتعرضوا البيان بتسجيلات العلامه التجاريه، انتوا عارفين حضراتكم احنا مسجلين كام علامه تجاريه للنادي الاهلي؟ كام يا استاذ ابراهيم؟ كام علامه مسجلينها؟ اتفضل يا دكتور. احنا مسجلين 56 علامه تجاريه رسميا باسم النادي الاهلي، وده النادي الوحيد في القاره الافريقيه والنادي الوحيد في العالم العربي اللي مسجل هذه العلامات بهذا العدد وبهذا الشكل وبهذا الحمايه الدقيقه للعلامه التجاريه، علامه تجاريه محميه. يمكن احنا على سبيل المثال هتقول لي هو يعني احنا عندنا 56 علامه تجاريه؟ لا، احنا مش عندنا 56 علامه تجاريه، بس حصل اكثر من تعديل على شكل العلامه التجاريه بتاعتنا. يعني على سبيل المثال النجمه التاسعه، تغيير في شكل العلامه التجاريه يجب تسجيله وحمايته في مكتب تسجيل العلامات التجاريه في جمهوريه مصر العربيه. سجلنا النجمه التاسعه لان ده تغيير، لما اضفنا النجمه التاسعه ده تغيير حصل. لما اخذنا نادي القرن وحطينا نادي القرن تحت العلامه التجاريه الرئيسيه بتاعت النادي الاهلي ده تغيير جوهري حصل في العلامه التجاريه. لما دخلنا نادي القرن العشرين، لقب نادي القرن العشرين والاكثر تتويجا بالمباريات، احنا سجلنا ده كعلامه تجاريه مملوكه للنادي الاهلي. فده جهد كبير قوي، ويمكن تم على فكره مش من النهارده بس، ده من سنه 2004 اول نادي مصري وعربي وافريقي سجل علامته التجاريه كحقوق ملكيه فكريه مملوكه للنادي الاهلي. تسمح لي لحظه واحده اتدخل هنا عشان ايه الناس تلخص الكلام المهم اللي حضرتك قلته. اذا نحن لنا هويه واحده وثابته، ولكن يحدث تعديلات بكل الأحداث الهامة اللي نرى أهمية إضافتها لتلاصق العلامة التجارية تبقى جزء منه. التعديل لا يحصل في جوهر الشعار، ولكن يحدث في بالنسبة للمتغيرات. اللي أنا بقوله ده يقترب من الحقيقة ولا في إيضاح من جانب حضرتك؟ يعني في الحقيقة كابتن عادل يمكن أنت قدرت تلخص الموضوع، أن العلامة لها جزء ظاهري، اي علامه في الدنيا لها جزء ظاهري يتعلق بالشكل بتاعها، بشكل الاسم، باي تغيرات، لكن جوهر العلامه اللي هو مرتبط بقيم العلامه ده لن يتم تغيير اي شيء فيه، لانه مرتبط بارث وتاريخ النادي الاهلي، ومرتبط ايضا بالمشاعر العاطفيه من جمهور النادي الاهلي تجاه علامته التجاريه. يمكن انتوا وانتوا بتعرضوا حضراتكم هنا دي العلامه التجاريه القديمه خالص، العلامه التجاريه اللي تم تعديلها ايضا في 2006 على ما اعتقد، وتم تطويرها 2006 اظن، ومحميه باسم النادي الاهلي. نيجي بقى للموضوع اللي تم يعني في الحقيقه في الفتره الاخيره. احنا يمكن انشانا شركه الاهلي لكره القدم، وشركه الاهلي لكره القدم هي شركه مملوكه للنادي الاهلي، لكن تظل ملكيه العلامه التجاريه مملوكه للنادي الاهلي وليست مملوكه لشركه الاهلي لكره القدم. وفي الوقت ده في الحقيقه كان عندنا مجموعه من العقود التجاريه، يمكن حضراتكم وجمهور النادي الاهلي العظيم في الحقيقه عارف ويعي جيدا، وهو جمهور في الحقيقه موقفه تجاه التغيير اللي حصل في العلامة التجارية هو بيعكس ثقافة راقية جدا لجمهور النادي الأهلي وفهمه لقيمة هذه العلامة. عشان كده يمكن احنا مهتمين بالشأن ده. لما جينا الموسم ده انتهى 30/8، انتهى 30/8، فكانت الحقوق العقود بتاعت الحقوق التجارية ما زالت سارية، واللي موقعها النادي الأهلي وكان من جوه الحقوق دي ان احنا مرخصين بالشركه اللي كانت شاريه الحقوق التجاريه في هذا التوقيت حتى تاريخ 30/8 هو الاستخدام الحصري للقب نادي القرن، وبالتالي احنا كان عندنا التزام بهذا اللقب حتى 30/8. فكانت شركه كره القدم مضطره ان هي تصمم علامه تجاريه ليتم وضعها على التيشيرت استعدادا لموسم 22/23. وبالتالي احنا يمكن لحد دلوقتي يمكن الجمهور برضه متابع ان احنا في مرحله الخطوات النهائيه لانهاء العقود التجاريه الجديده اللي هي بتبدا من موسم 22/23 لحد موسم 25/26. وبالتالي احنا يمكن الكابتن محمود الخطيب مع مجلس الاداره الموقر احنا النهارده
خاطبنا الشركه المورده للملابس الرياضيه، واللي على فكره النهارده احنا بنتعامل كل مره النادي الاهلي بيزداد تطورا. الدوره اللي فاتت اللي هي الاربع سنين الماضيه كنا بنتعامل مع شركه امبرو، وهي شركه من الشركات المورده، لكن النهارده احنا بنتعامل مع الشركه رقم واحد في العالم. وبالتالي نص العقد كان بيقول ايه؟ بيقول ان قبل بدايه الموسم بتسعه اشهر لابد من ارسال العلامه التجاريه اللي بتبقى موجوده على التيشيرت اللي بيتم الترخيص بيها من قبل النادي، وايضا بيبقى التصميمات بتاعه الملابس بتتم قبل بدايه الموسم بتسعه شهور. في الحقيقه العقود اللي كانت موجوده، وده كلنا حاسينه في المجتمع الرياضي، ان في خلل في الموسم الرياضي عندنا ممتد يمكن كل الدوريات في العالم شغاله بقالها ست اسابيع وثمان اسابيع وعشر اسابيع، لسه ما بداناش الموسم الرياضي. فاحنا في عندنا عدم توافق مع الاجنده ايضا العالميه ومع اجنده التصنيع، لان التسع شهور لازم تبلغ الشركه، ده نصوص قانونيه موجوده. وبالتالي احنا من بدايه من الموسم 2023 2024 بنعود للعلامه التجاريه اللي موجوده الرسميه بتاعه النادي الاهلي مره اخرى. اقفلنا لحظه برضه عشان التلخيص مهم جدا. اذا الاهلي لم يعدل علامته التجاريه، علامته التجاريه باقيه، ولكن هذا ظرف يعني مؤقت هيعاد اعاده الامر تماما في المنتج اللي هو بقى هنختار الوانه وهنختار التصميم الخاص بينا، لان احنا حتى الوقت ما اسعفش حد انه يعمل تصميم خاص بالنادي الاهلي. الكلام ده مظبوط، وانكم بداتوا خطوات الاختيار والتفاوض مع الشركه على الموسم القادم المرحله القادمه من الانتاج بالفعل. يعني بدانا بالفعل عشان نتجاوز ما تم في المرحله الانتقاليه اللي انا يمكن يعني وضحت اسبابها كانت ماشيه ازاي. عندك حقوق تجاريه مستمره لحد 30/8 اللي فات، عندك بعض الحقوق التجاريه المتعلقه بالعلامه التجاريه واللي اهمها لقب نادي القرن كان محل عقد تجاري انتهى في 30/8 بنبدا عقود تجاريه جديده لسه صورتها ايضا بتنتهي. فكل ده احنا يعني في الحقيقه من الموسم القادم ان شاء الله ده بنستعد ليه بشكل مختلف تماما يتناسب ايضا على 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 الشعار السابق بتاعنا اللي هو في كل الرسائل اللي احنا عايزين نوجهها الى اي مجتمع عندما يرى الشعار بتاعنا بنفس الوضع اللي احنا مستمرين عليه، يعني بنفس وضعه وبنفس شكله، لكن ممكن يتم تطوير اللي هو يتعلق بالعشر نجوم النجمه. طبعا مفهوم العشر نجوم، لان برضو يعني احنا عندنا مشكله ان احنا دائما نفوز بالبطولات. يا رب يزود مشاكلنا، يا رب يا رب يزود النجمات كلها يا دكتور. يمكن احنا جمهورنا شايف الاربع نجوم اللي فوق بتوع الدوري، الاربع نجوم اللي فوق بتوع الدوري هم اختصار ل 42 بالظبط، هو اتعمل قبل كده في الدوري يعني نجمه لكل 10 بطولات دوري. عندنا الحمد لله 10 بطولات افريقيا، ويمكن كبريات الانديه الاوروبيه اللي احنا يمكن بنتنافس معاهم على لقب الاكثر تتويجا، ما زلنا بنتنافس معاهم زي ريال مدريد وهو نادي الاكثر تتويجا في العالم، وكان برضه عنده 10 اكثر من 11 بطوله، هو عامل نجمه وجواها ال 10 بطولات السابقه. فده ايضا تطوير بيتم بطبيعه البطولات اللي انت بتفوز بيها، فبتضطر تغير بتعمل تعديلات في شكل العلامه التجاريه. اذا العوده الى مش العوده، الاستمرار على العلامه التجاريه التقليديه بتاعتنا بكل تفاصيلها ما عدا النجمه، وده منطقي جدا عشان نقدر نستوعب اي نجاحات قادمه باذن الله عشان تضاف بشكل يستوعبه الشعار. وان هناك خطوات في هذا الاتجاه بدأت بالفعل. دكتور سعد. ايوه يا كابتن عادل. مظبوط كده خلاص. تمام، بداية من موسم 23 24 خلاص بتشتغل على العالم. ماشي. طيب دكتور، برضو من ضمن الاجتماعات تنظيم عملية الرعاية وحقوق الرعاية، هل فيها جديد؟ في الحقيقة في الكابتن محمود في لجنة بتشتغل فيها الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وفيها السيد المهندس خالد مرتجي ايضا امين الصندوق، وبينضم ليها الاستاذ محمد الغزاوي رئيس لجنه تنميه الموارد، وبحكم وظيفتي في النادي كمدير تنفيذي اشرف ان انا اقوم مع اللجنه. في الحقيقه
الحمد لله بقالنا فتره بنتفاوض، قطعنا الشوط الاكبر على الاطلاق في الوصول للصيغه النهائيه للعقود ان شاء الله، حاجه تليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي، تليق بقيمه العلامه التجاريه للنادي الاهلي وتاريخه العظيم. وعلى فكره النادي الاهلي عنده مؤشرات اداء واضحه، يمكن احنا على مدار تاريخ النادي الاهلي لو جينا كده من فتره يعني الكابتن عدي اعتقد كان ماسك فيها اداره التسويق والاستثمار، كان عندنا العقد من 24 مليون، عقد الرعايه من 24 مليون جنيه اترفع ل لا ده المهندس عدلي بداها ب 350 جنيه يا دكتور 350 وبعدين احنا وصلنا، انا بجيب من الفتره الذاكره القريبه 24 مليون، ثم رحنا ل 76، ثم رحنا ل 131، ثم مدينا سنه 146، ثم رحنا ل 231، ثم 510. فاعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله سوف يصل الى عقد يليق بمكانه وجماهيريه النادي الاهلي اللي داخل القاره الافريقيه ان شاء الله، ده واثقين منه والامور الحمد لله مبشره ومطمئنه. وفي على فكره اجتماعات، ولكن هل يا دكتور سعد معلش بالمقاطعه، هل تنصح معي ان الناس ما تنجرفش بقى وراء اي تكهنات لحد ما تعلنوا بشكل حاسم هذا الامر؟ عشان ساعات في ناس بتحب تحط توقعات، تقوم الناس مهما تعمل ايه تقول لك ايه ده اللي عملته. ف يعني هل تتفق معي في توجيه هذه الرساله؟ اعتقد ان احنا متفقين، ولكن خلينا نقول ان الشغف الكبير اللي انا بقول عليه دايما واللي بيعكس درجه كبيره جدا من الولاء من جمهور النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما هو القائد في هذا الاتجاه، الناس بتبقى مهتمه جدا في الانتظار ما يعلنه النادي الاهلي في هذا الشان. لكن احنا في النادي الاهلي ما تعودناش في الحقيقه، ويمكن انا عشت فتره كبيره مع يعني في النادي الاهلي في قطاع التسويق، سواء كان مع الكابتن حسن حمدي في الفترات الكبيره، ومع الان مع الكابتن محمود الخطيب، الاثنين علموني حاجه واحده بس، ان احنا ما بنقولش هنعمل، احنا لما نعمل نعلن اللي احنا عملناه. فاحنا ان شاء الله نعلن حاجه مشرفه، حاجه تليق زي ما قلت بكرر، تليق باسم النادي الاهلي وتليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي الكبيره والقيمه التسويقيه اللي احنا مش محتاجين الاخرين كلهم بيشهدوا بهذه القيمه وبهذه المكانه وبيعتزوا بيها وبيفتخروا بيها وبياخدوا الاهلي دايما جايد لاين لهذا السوق وهذا القطاع ان شاء الله. الحقيقه عظمه جمهور الاهلي زي ما بدات يا دكتور سعد انه مشغول ومهموم ومهتم بالعلامه التجاريه والدلالات اللي فيها، ومشغول ومهتم بمتابعه حقوق الرعايه والموارد اللي جايه منها. في كل الاحوال هو معني قوي ازاي النادي الاهلي تعظم موارده، برغم ان هو مشجع يعني مجرد جمهور، بس هو ده فعلا دليل الانتماء اللي حضرتك بتشير اليه. لان جمهور الاهلي جزء كبير قوي ثقافته من وعيه الكبير دايما، اللي احنا حتى لما بتجيلي رسائل على فكره من الجمهور النادي الاهلي انا بستفاد منها، وبتفتح لي على فكره حاجات حتى يمكن الواحد ما يبقاش واخد باله منها. جمهور الاهلي فاهم كويس قوي انك عشان تبقى عندك بطولات على الارض لازم يكون عندك تدفقات ماليه كبيره جدا. بالظبط. وفاهم يعني ايه، فاهم صناعه كره القدم بشكل كويس وصناعه الرياضه بشكل كويس، عشان تشتري لعيبه كويسه تجيب مدير فني كويس، زي ما الحمد لله ربنا وفقنا عندنا اسم النهارده الحمد لله، نتمنى له التوفيق الفتره القادمه مستر كولر ان شاء الله. عندنا عارف ان لازم يكون عندك موارد ماليه ضخمه، طب الموارد الماليه هو فاهمها كويس قوي ان بتيجي اكبر جزء منها من الرعايه، ثم الجانب الاكبر ايضا من حقوق البث، ثم الجانب الثالث ايضا من الشركات المورده للملابس الرياضيه. ويمكن احنا قلنا عندنا عقد الحمد لله الحمد لله هو الاعلى في المنطقه بتاعتنا على فكره، الشركه العالميه رقم واحد، هو في شركتين مستحوذين تقريبا على اكثر من 76% من السوق، احنا معانا واحده منهم من السوق العالمي كله في كل الرياضات، سواء كانت كره القدم، العاب القوى، سوق الاحذيه الرياضيه دي. فانت النهارده معاك ده بيخش لك، ده نتيجه لقوه جمهورك وفهمه ووعيه لمكانه النادي الاهلي. النهارده حضرتك يمكن احنا عندنا عقود ثانيه كنا بنقولها في الفتره الماضيه، دي بتمثل القيمه ايضا التجاريه للنادي الاهلي وبتمثل تيارات كبيره من العوائل. عندنا عقد تسميه الاستاد ده ان شاء الله
احنا عندنا عقد حالي موجود احنا بايعينه لمده 9 سنين وبرقم مالي مهم جدا في السوق المصري اللي هو الاهلي وي بالسلام، ده احنا بايعين الحقوق دي الحمد لله. عندنا عقد ثاني اللي هو خاص ايضا ب الحقوق بتاع الحقوق الرقميه شغالين عليه، وشركه الكوره ان شاء الله بتبدا تشتغل عليه. فعندنا مجموعه من الحقوق اللي تعظم موارد النادي الاهلي. على فكره النادي الاهلي طبعا موارده جايه كتير قوي، لكن خلي بالكم طبعا، وده رساله موجهه لجمهورنا العظيم وايضا اعضائنا اللي احنا بنفتخر بيهم، ان النادي الاهلي كمان حجم الانفاق عنده ضخم جدا جدا. انت حضرتك الفرع بتاع التجمع اللي حضرتك تفضلت مشكورا ده، احنا تقريبا مستثمرين فيه دافعين فلوس فيه تتجاوز 1.6 مليار جنيه. احنا تقريبا فاضل علينا قسط واحد من ال 50 فدان، عندنا فاضل علينا يا جماعه قسط واحد من ال 50 فدان. ده على فكره قيمه الارض فقط تتجاوز 600 مليون جنيه، قيمه ارض فرع التجمع تتجاوز 600 مليون جنيه. الحمد لله النادي الاهلي ومجلس ادارته. طب ده معناه يا دكتور ان ارض التجمع ملك للنادي الاهلي وليست تخصيصا ولا ايجارا؟ ارض التجمع ملك للنادي الاهلي، ارض الشيخ زايد ملك للنادي الاهلي، ارض مدينه نصر ملك للنادي الاهلي. وده يدعونا للفخر بان اصول النادي الاهلي مملوكه لاعضاء النادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي. ده شيء الحمد لله احنا فخورين بيه جدا، فخورين بيه جدا انك انت مش بتعمل اي مؤسسه النهارده بتدعو لحاجه اساسيه في العالم كله، الاستدامه. والنادي الاهلي يضمن حق استقرار الاجيال القادمه، لان احنا عندنا نموذج فريد في مصر ونموذج العضويه، ان العضويه تمتد لسلسله من الاجيال ليست محدوده. يعني الكابتن عدلي محمد عدلي عندنا عضو في النادي الاهلي، ومنا عندنا عضو في النادي الاهلي، واستاذ ابراهيم المنيسي من ابراهيم المنيسي برضه عندنا عضو في النادي، وانا ابني وابن ابني سوف يكون عضو في النادي الاهلي. فحضرتك النهارده مجلس الاداره والنادي الاهلي في الحقيقه بيضمنوا مش بس العمل لصالح الاعضاء الحاليين، ولكن بيضمنوا العمل لصالح الاعضاء لم يتواجدوا حتى هذه اللحظه، سوف يكون لهم استدامه في عضويه النادي الاهلي. ده على فكره شيء يدعو للفخر ويدعو للاعتزاز، مش بس داخل جدران النادي الاهلي، للرياضه المصريه اللي فيه نموذج فريد زي النادي الاهلي بيعمل هذه الطفره الانشائيه والطفره في تطوير في عدد الفروع. وبعدين معلش برضه كلمه فرع دي ساعات بتصغر من حجم الانجاز. انت بتتكلم على فرع مساحته 50 فدان. صحيح. بتتكلم على فرع زايد مساحته 129 فدان. بتتكلم على فرع مدينه نصر مساحته 56 فدان. النهارده في فروع بتبقى موجوده على 2 فدان او على 2 فدان ونص وبيتقال عليها نادي، لا انت بتتكلم على فرع. يعني الاهلي يمتلك 249 فدان. 200 انا عايز اتوقف عند هذه الملكيه يا دكتور من زاويه ثانيه. زاويه ان راس مال النادي الاهلي وقيمته في الاصول الثابته فقط، شوف كم مليار بقى لما انت تحب تقيم النادي الاهلي. لما تيجي تتكلم وشركاته والناس تخش معاك في شراكه. ففي الحقيقه لما بنقول النادي الاهلي مؤسسه وطنيه عريقه، لا احنا مش بنقول كلام عاطفي، احنا بنقول كلام مبني ايضا على تاريخ ممتد عبر تاريخ رياضي مشرف يدعو للفخر، وايضا تاريخ مالي وقدره ماليه تدعو للفخر. مش بنقول بس كده، الناس احنا يمكن الفتره اللي فاتت يمكن انا كنت شويه يعني مش متواجد مع ما شرفتش بالتواجد مع حضرتك خلال الفتره الماضيه يمكن اكثر من شهرين، احنا زرنا مجموعه من القيادات الرياضيه العربيه والافريقيه منهم رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد كان في زياره كريمه للكابتن محمود الخطيب في الحقيقه. وعندما تواجد في النادي الاهلي احنا كان طالب مننا مع رمزنا الكبير استاذ الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد ان يستضيف النادي الاهلي زياره للمدربين الافارقه في كره اليد كانت تعقد على هامش فعاليات البطوله الافريقيه لكره اليد اللي استضافتها الدوله المصريه العريقه. في الحقيقه لما جم دخلوا فرع الشيخ زايد كان في حاله من الانبهار والاندهاش بمستوى وفخامه البنيه التحتيه الرياضيه اللي موجوده في هذا الفرع.
عندنا ايضا كان في زياره كريمه ايضا من الرئيس الاتحاد الكره القدم الكويتي والوفد المرافق له، في ايضا زياره كريمه للكابتن محمود الخطيب وللنادي الاهلي. في الحقيقه ايضا لما دخلناهم الصالات الرياضيه والملاعب الرياضيه، احنا كان عندنا الفتره الشهرين اللي فاتوا مجموعه من رؤساء الانديه سواء من المملكه الاردنيه الهاشميه، سواء كان من دوله البحرين، رؤساء مجالس ادارات انديه. في الحقيقه كلهم لما بييجوا يشوفوا في الحقيقه بتحصل حاله من الاندهاش والانبهار بهذه الاصول الضخمه، ازاي نادي قدر يبني هذه الاصول الضخمه من ميزانيته الخاصه، من ميزانيه النادي الاهلي الخاصه، دون اي اشكال من الدعم من الدوله المصريه، لاننا نعرف تماما اهتماماتها والتحديات التي تواجه الدوله، فده دورنا احنا تجاه اولا تجاه المجتمع. ودون اقتراض من البنوك يا دكتور. احنا في الحقيقه خلينا نقول موضوع الاقتراض من البنوك، احنا بناخد يعني البعض بيفهم ان احنا ناخد تسهيلات ائتمانيه بشكل ما عشان نعمل عمليه تسريع للانشاءات، تسريع للانشاءات، لكن دي مش هي تسهيلات ائتمانيه، لكن انت هل عندك القدره على السداد؟ نمتلك القدره على السداد، لان على سبيل المثال انا هدي لك بند واحد من القدره على السداد. احنا عندنا اللي احنا اخذناه عشان نسرع عمليه الانشاءات في التجمع دي، احنا عندنا 112 مليون جنيه اللي هو رسم الاشتراك السنوي، فده لما بيشوفوا حد معاك في المبلغ ده يقول لك انا عندي استعداد خش مع النادي الاهلي في اي شيء، لكن هي كلها اداره ملف مالي باحترافيه شديده جدا، بيوصل الكلام المشهد اللي احنا شايفينه، اصول ضخمه للنادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يعني يكرم مجلسنا الموقر برئاسه كابتن محمود ان شاء الله ان هو يستمر في تقديم الطفره الانشائيه في الحقيقه لاعضائنا، لان اعضائنا احنا يعني عندنا ايمان شديد بان هم يستحقوا كل شيء على اعلى مستويات الجوده، لانهم فعلا 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 هم مصدر فخرنا وهم مصدر حمايه النادي الاهلي مع جمهوره، هم دول اللي بيمثلوا جمهوره واعضائه هم حمايه. دكتور سعد، يعني اهتمام المجلس بالانجاز انجاز المشروع الجديد في التجمع، ما اعتقدش ان هو معطل حركه التطوير اللي في الشيخ زايد كمان، لان انا ما اقدرش اهمل الشيخ زايد والمهندس عادل موجود. في الحقيقه طبعا عارف المهندس عدلي بيروح الصبح يقعد في زايد وبدا يعمل اجتماعات الشركه في زايد بالظبط، يعني اعضائنا الموقرين في الشيخ زايد. في الحقيقه احنا عندنا النهارده اكثر من مشروع الحمد لله موجود في زايد، الملعبين الرئيسيين لكره القدم، زي ما بنقول التجمع اصبح على بعد خطوات بسيطه ان احنا نستجد ان شاء الله ونخدم خدمه اعضاء النادي الاهلي. كمان بنقول لزايد على سبيل المثال احنا عندنا الملعبين بتوع كرة القدم ان شاء الله اصبحوا هم كمان على بعد خطوات بسيطة للافتتاح والدخول في خدمة الاعضاء. مجلس الادارة الماضي اللي هو كان يوم 27/9 كمان اخذ قرار، مش بس انا كمان هكمل المشروعات الجديدة الانشائية الجديدة، اخذ قرار بالصيانة بتوع ملاعب اكاديمية كرة القدم، بمجرد ما نشغل الملعبين الجداد ان شاء الله هنرجع نعمل صيانة لملاعبين كرة القدم اللي تم افتتاحهم من 2016، النهارده مر عليهم 6 سنوات، انا قبل لهم السنه مجلس الاداره الموقر الحمد لله وافق على القرار دوت. الجيم على وشك الافتتاح، الجيم بتاع زايد ناقص له حاجه واحده بس، هو وصول الاجهزه اللي احنا مستوردينها ايضا من الخارج، اللي احنا مكلفين بيها احد الجهات الوطنيه السياديه، ان شاء الله هي اللي مسؤوله عن عمليه تجهيزات الجيم في زايد، سوف يتم افتتاحه بمجرد وصول الاجهزه، ده جيم جديد ايضا في زايد. النهارده اسندنا لمكتب ده بالاضافه للجيم اللي قائم بالفعل يعني. بالاضافه للجيم، في جيم موجود الحمد لله. الفتره الماضيه يمكن احنا كان عندنا سلسله من عمليات الصيانه لكل البنيه التحتيه، احنا في شهر 5 اللي فات كنا عملنا صيانه بالكامل لمجمع حمامات السباحه، عملنا صيانه لملاعب التنس، النهارده عندنا الرسومات الهندسيه والتصميمات بدانا خلاص في الحمام السباحه موجود الحمد لله، ايضا التطورات اللي بتتم في البنيه اللي موجوده الخاصه في المبنى الاجتماعي بتاع الشيخ زايد، وده مهم قوي، ده المبنى الرئيسي الجديد ده يمكن حتى الاعضاء هيبداوا يلاحظوا في الكلام دوت. عندنا حاجات كمان يمكن وافقنا المجلس اللي فات، المجلس الموقر وافق الجلسه اللي فاتت، دي حاجات تطوير، انا بقول على حاجات هنا بقى مشروعات كبيره ضخمه، وباخد برضه حاجات كده يمكن مش واضحه
لاعضائنا الموقرين، احنا كمان واخدين قرار المجلس اللي فات ان احنا نزود الصالات الجديده، مجمع الصالات الجديده بشبكات الانترنت بالكامل، بشبكات الفايبر جلاس كلها الحمد لله وافقنا عليها واسندناها خلاص لاحد الشركات الوطنيه للاتصالات. دي حاجات يمكن برضو ارقام ماليه كبيره لكنها لا دي مهمه جدا، لان الاسر بيقعدوا ويستنوا اولاده بيتمرنوا وبيحتاجوا هذه الخدمات يعني. فاحنا ده برضو شغالين فيه، الحاجات ماشيه بالتوازي مع المشروعات الكبيره الضخمه اللي موجوده ايضا في الشيخ زايد، اعتقد ان ده ماشي. ايضا على جانب فرع مدينه نصر احنا شغالين فيه بشكل كويس، مدرج كره القدم الحمد لله بدا يحصل فيه طفره كبيره، عمليه التطوير في المبنى الخاص بقطاع الناشئين، ويمكن حضراتكم يمكن تابعتوا لاول مره الفريق الاول يروح يتدرب في ملاعب مدينه نصر، وده بيعكس مستوى جوده ايضا البنيه التحتيه الرياضيه لفرق كره القدم وقطاع الناشئين نتيجه للتطوير اللي حصل في الفترات السابقه. عندنا سيستم في النادي الاهلي يمكن ده على مستوى البنيه التحتيه، كمان يمكن كابتن محمود كان حريص الاسبوع اللي فات ده تحديدا انه يجتمع بكل لجان النادي، واذا سمحتوا لي يا كابتن عدلي معلش يعني دي فرصه ان انا يعني اطل من خلال هذا البرنامج اللي بيحمل مكانه كبيره عند كل جماهيرنا وكل اعضائنا. الكابتن محمود اجتمع بكل اللجان اللي كانت موجوده، لجنه الشؤون العضويه، لجنه الموارد البشريه، لجنه الموارد الفنيه، الموارد الذاتيه، في الحقيقه يمكن دول ثلاث لجان اساسيه موجوده عندنا في النادي، وكان بيشوف مستوى معدلات الانجاز. يمكن كان لجنه بالمناسبه احنا رفعنا الحد الادنى للاجور لكل العاملين في النادي الاهلي، احنا التزمنا بالقرار الصادر عن الدوله المصريه المؤخره في رفع الحد الادنى للاجور، وكانت عندنا نسب زياده في كل الدرجات الوظيفيه. ده يمكن شكل احنا اول مره نقوله مع حضراتكم، زياده في الرواتب في ظل الحاجات دي عشان نخلي الجهاز الاداري اللي عند النادي الاهلي. عملنا الحمد لله بدانا التشغيل الفعلي للاي ار بي سيستم، وده بيبين مراكز التكلفه لكل واحد في النادي الاهلي حتى بما فيهم اللاعب، ده الحمد لله كابتن محمود كان حريص يستعرضه. بالمناسبه النادي الاهلي الحمد لله هو النادي الوحيد على مستوى جمهوريه مصر العربيه اللي عمل ارشفه الكترونيه كامله لكل ملفات الاعضاء منذ انشاء النادي حتى اليوم، ل 204,000 اسره، ل 204,000 اسره، 204,000 خطوه مهمه جدا، وارشيفاتهم الكترونيا في الحقيقه. وكابتن محمود كان حريص انه يشوف ده، وعلى فكره وجه الشكر كبير هو مجلس ادارتنا الموقر بالجهاز الوظيفي في النادي. انا بدي بس حاجات كده في كل مناحي العمل، انا هدي لحضراتكم رقم، احنا عندنا السنه دي النادي الاهلي مش بس في النشاط الرياضي عندنا الطفره بتحصل والبنيه التحتيه، في كل الانشطه والخدمات اللي بنقدمها لاعضائنا الحمد لله عندنا فيها طفره كبيره ايضا، زايدين 60% في عدد الرحلات المقدمه للاعضاء الحمد لله. يعني انا بدي بارقام مش بتكلم، عندنا النهارده الجزيره المقر الرئيسي هل مش واخد حظه على الرغم من صغر المساحه، ان شاء الله من بكره هيبدا ترتيب الملاعب البدل الجديده في الجزيره. الجزيره ايضا بنعمل صيانه دوريه لثمان ملاعب تنس ان شاء الله في منتصف شهر 10 هيكونوا داخلين الخدمه للاعضاء عندنا. لا النادي الاهلي نموذج مختلف، مش عشان احنا بننتمي ليه، اي حد بيخش النادي الاهلي ويبص على اللي فيه بيفتخر بيه، وبيفتخر ان في مؤسسه وطنيه كبيره بحجم النادي الاهلي موجوده في الدوله المصريه اللي هي المظله الاكبر لينا كلنا واللي احنا بنفتخر الانتماء ليها. دكتور سعد ما تخافش على الاهلي، طول ما في ناس عندها هذا الشغف وهذا الحرص على التطور والتطوير، وطول ما عندها الاحساس الدائم بالمسؤوليه تجاه اعضاء وجماهير النادي الاهلي، ربنا يبارك لكل من يبذل جهدا مخلصا في هذا النادي ويوفقنا جميعا باذن الله. شكرا جزيلا كابتن عادل، شكرا جزيلا استاذ ابراهيم. شكرا جزيلا للدكتور سعد الشلب المدير التنفيذي للنادي، وزي ما بدا بالتاكيد على اهتمام جمهور النادي الاهلي الكبير جدا بالعلامه التجاريه ودلالاتها، ايضا في النهايه اهتمامها بكل ما يتعلق بالنادي وتعظيم موارده للاطمئنان عليه. اعتقد يا استاذ ابراهيم مداخله شديده الاهميه تستحق ان تستغرق
كل هذه الفقرة بين فاصل وآخر. فاصل. نطلع لفاصل.